شوف الكلام ده يعني الرد عليه من واحد من المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة في مصر، واحد من النجوم السابقين في الكرة المصرية وفي النادي الأهلي. وخلينا نشوف هتعرف مين اللي معانا ولا لا. خلينا نقول يعني يا ريت تستقبل المكالمة دي يا كابتن علاء. اتفضل اتفضل، عايزك تقوم بدور المذيع. استقبل التليفون ده. ايوه فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا كابتن عادل طعيمه. طب كويس عرفت. اهلا وسهلا كابتن عادل، ازي حضرتك؟ ازيك علاء؟ ازي حضرتك كابتن علاء؟ انا اسف كابتن علاء، انا اسف. لا ازاي كابتن، لا ده انا تلميذك كابتن عادل. كابتن عادل استاذي ودربني، كان ليا الشرف انه دربني وانا ناشئ في النادي الاهلي. هو طبعا احنا سن 15 ان هو كان صغير، هو كابتن عادل بطل كوره بدري عشان ظروف الاصابه. فدربني وانا في سن 15 سنه، اتعلمت منه كتير، اتعلمت منه المبادئ والعدل والانضباط داخل الملعب، اتعلمت منه حاجات كتيره جدا وما زلنا بنستفيد منه. من المدربين اللي لهم تاثير على شخصيتك كمدرب؟ اكيد طبعا كابتن عادل طبعا حاجه. طب خلينا نرحب بكابتن عادل مره ثانيه. كابتن عادل طعيمه اهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا في الحوار يا كابتن عادل. كابتن عادل شرف ليا والله استاذ محمد، شرف لينا دايما وبتنورنا على شاشه قناه الاهلي. يا كابتن عادل عايز تقول ايه عن كابتن علاء عبد العال اللاعب الناشئ؟ علاء عبد العال وقت ما كان ناشئ من ناشئي النادي الاهلي وكان بيتولى تدريبه كابتن عادل طعيمه في مرحله ما كان عمره 15 او 16 سنه، سماته كلاعب ورايك فيه حاليا وفي الخبرات اللي اكتسبها وتجاربه السابقه كمدير فني. والله يا استاذ محمد لازم تبقى عارف انه علاء من كان قلب دفاع، كان هيبقى ممكن لو استمر كان هيبقى على اعلى مستوى ويوصل للفريق الاول ويوصل لمنتخب مصر بمنتخب